هذه مناسبة أعياد، وأنا جيت بهالمناسبة إلى عمان، كان لي الشرف أن ألبي دعوة قدس الأب وسام منصور راعي هذه الأبرشية المباركة. جيت لهون التقيت بهالوجوه الطيبة، التقيت بهالمؤمنين، حضرت القداس معهم، شفت هالخشوع وهالإيمان، فعلا في شيء مؤثر. بس أكتر شيء لفتني هو هالنشاط الاجتماعي اللي عم بيصير، هالنشاط اللي عم بيقوم فيه الأب وسام، فعلا اللي لازم يكون هو نشاط يعم الكنائس جميعا في كل أنحاء الوطن العربي وفي العالم أيضا. أولا كنت سعيد أني زور عمان، ودائما أسعد بزيارة عمان، لأنه في حب عميق لهذه المدينة ولشعب هذه المدينة ولأهل الأردن النشامة. الميلاد دائما هو موسم فرح، موسم أخوة وموسم العيلة، فحبينا أنه مبادرة البازار هي اللي تكون المناسبة اللي تجمع العيلة من جديد، تزرع فيها الأمل، تزرع فيها الفرح، وتبث فيها روح السلام والأخوة اللي بزرعوا عيد الميلاد. فنحن البازار اليوم حبينا يكون تحت رعاية الأستاذ جورج قرداحي كوجه إعلامي وكسفير للنوايا الحسنة، حتى هالجمعة وهاللمة الحلوة اللي الموجودة واللي كانت بحضوره تقدر تبث نوع من الأمل ونوع من الفرح الجديد، حتى نرفع صلاتنا ونقول يا رب يرفع عن العالم كل خطر وكل حرب، ويرجع الأخوة والمحبة تكون موجودة دائما بين كل الناس. فمن جبل عمان نقول للجميع كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله بتكون مواسم خير، مواسم محبة، مواسم أخوة اللي بتجمع بين الجميع وتخلينا دائما نعيش بالفرح والسلام اللي بننعم فيه دائما بأردننا الحبيب.